الخير اعزائي المشاهدين، مشاهدي برنامجنا حوار واستثمار مع الشواربي، مع حلقه جديده وكل ما يدور في الشارع المصري والشارع الاقتصادي والشارع الاستثماري حول مصرنا الحبيبه. في البدايه زي ما تعودنا دايما بنقول اهم الاحداث اللي بتحصل من الناحيه الاقتصاديه والناحيه الاستثماريه. في البدايه التاريخ اللي احنا فيه النهارده هو 25 يناير. 25 يناير ده تاريخ بيرجع لسنين بعيدة، لسنة 52. 25 يناير 52 هو السبب ان تاريخ 25 يناير بقى هو العيد القومي للشرطة المصرية. الفترة دي كان المحتل الانجليزي قام بعمل معاهدة وهي معاهدة 36، وكان الهدف منها هو تقييد حرية الشعب المصري بشكل متكامل، وتم بالفعل إلغاء الاتفاقية في يناير 52، ونتيجة إلغاء الاتفاقية دي تم حشد مجموعة من قوات الاحتلال البريطاني وذهابهم إلى مدينة الإسماعيلية لتسليمهم المدينة وتسليمهم المحافظة وسكنات الجنود المصريين العاملين بالشرطة المصرية. كان موقف باسل جدا من رجال الشرطة المصرية انهم رفضوا ان هم يسلموا محافظة الإسماعيلية ومدن القناة، وظلوا في صمود امام المحتل البريطاني رغم الفرق الكبير جدا في الاعداد. عدد البريطانيين كان 7000 جندي بمعدات تقيلة، والمصريين الشرطة المصرية كانت في حدود 800 ضابط وعسكري، وبالفعل فضلوا يقاتلوا ببسالة ورفضوا ان هم يسلموا المحافظة، واستمروا في المقاومة حتى ان هم في الاخر سلاحهم كله نفذ منهم ومات منهم عدد كبير جدا، تقريبا حاجة وعشرين شهيد. وده اختيار اليوم ده هو السبب ان هو بقى عيد الشرطة المصرية لحجم البسالة اللي قام بيها ضباط وجنود الشرطة المصرية. ده السبب في وجود يوم 25 يناير، وهيفضل يوم تاريخي في جسم المصريين ويوم لقتال والدفاع عن المدن المصرية ببسالة، وهم دول المصريين اللي بيتكتب أساميهم في التاريخ واللي بيفضلوا دايما بيحافظوا على بلدهم وبيحافظوا لنا على أمننا وأمننا. ده السبب كان في اختيار يوم 25 يناير مناسبة هامة جدا لكل المصريين. ده كان خبرنا الأولاني. طبعا في الكثير والأحداث التي حدثت في التاريخ ده هنقدر ان احنا نتكلم عنها كتير، وهيكون عندنا لقاء النهاردة خاص باحتفالية كبيرة جدا شهدتها مصر امبارح، هنحكي عنها بعد ما نقول بقية الأخبار اللي عندنا النهاردة. الخبر الثاني هو انطلاق معرض المنطقة العقاري في الفترة من 9/3 إلى 12/3 بمركز مؤتمرات القرية الذكية. المعرض بيضم مجموعة كبيرة من المشروعات العقارية والسياحية بالقاهرة الجديدة، التجمع الخامس، العاصمة الإدارية، والكثير من المدن الأخرى، العبور، الشروق. وبالإضافة لده بيضم مجموعة من المشروعات السياحية، وتم بالفعل التعاقد على رعاية هذا الحدث. هيكون برعاية مجموعة إيفرولاند لإدارة المشروعات ومجموعة شركات نيفادا العقارية بمشروعاتها المختلفة في الساحل الشمالي ومرسى مطروح. طبعا مجموعة إيفرولاند بتقدم مجموعة من العروض المميزة داخل معرض المنطقة العقاري اللي هيكون 9 مارس القادم على مشروعات مختلفة في وادي النطرون وفي اسفنكس الجديدة وفي المنيا والكثير من المشروعات الزراعية الأخرى على مدن مختلفة من مصرنا الحبيبة. بالنسبة لشركة نيفادا هيز هتقدم مشروعين، مشروع في الساحل الشمالي والمشروع الثاني هيكون في قلب مرسى مطروح. هنوفيكم دايما بكل ما هو جديد حول معرض المنطقة العقاري، لأن هيكون في مجموعة كبيرة جدا من العروض المميزة خلال فترة المعرض هيستفيد بيها كل الزوار اللي هيزوروا المعرض في خلال فترته من 9/3 ل 12/3 بمركز مؤتمرات القرية الذكية. هنبتدي النهاردة معاكم حلقتنا عن احتفالية شهدتها مصر، ويمكن هي حاجة أول مرة تحصل إن المصريين يتجمعوا
ويقدروا ان هم يظهروا صوره جميله جدا لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي واظهار مدى حبهم لمصرهم الحبيبه. في البدايه كانت الفكره ان المصريين يتجمعوا ويقولوا ان احنا شعب واحد، وطن واحد، وايد واحده. طبعا احنا كلنا كمصريين اساسنا حاجه من الاثنين، يا اما ان احنا فلاحين، يا اما ان احنا نتبع القبائل العربيه اذا كنا من سكان الصحراء. فدول هم اساس المصريين. احنا كلنا دورنا هنلاقي ان احنا في الاساس فلاحين او من اصول عربيه في قبائل عربيه مختلفه على انحاء مصر. هنعرف ايه اللي حصل في الاحتفاليه دي، ايه فكرتها، ليه الناس اتجمعت اكتر من 100,000 مصري داخل استاد القاهره امبارح، وكانوا متجمعين ليه، وايه الفكره من الحدث. النهارده هيكون معانا اتنين يهمنا جدا رايهم، لانهم كانوا من احد كبار منظمي الحدث، وهما الحاج محمد العقاري. مساء الخير حاج محمد. مساء حضرتك. اهلا بيك يا فندم. الحاج محمد نقيب فلاحين مصر، وهيكون معانا الحاج احمد العباسي نائب نقيب فلاحين مصر. يا اهلا وسهلا. مساء الخير حاج احمد. مساء حضرتك. مساء حضرتك يا باشا، ربنا يخليك. نبتدي مع الحاج محمد. عايزين نعرف منك فكره الحدث اللي امبارح المصريين كلهم اتجمعوا من اجله داخل استاد القاهره. كان في اكتر من 100,000 مصري، مجموعه كبيره منهم من الفلاحين وجزء من القبائل العربيه وجزء من المصريين اللي بيحبوا بلدهم وحبوا ينزلوا يساندوا سياده الرئيس ويقولوا المصريين كلهم ايد واحده. طبعا انت عارف طبعا في الكثير والكثير من الناس بيحبوا ان هم يلعبوا في جثمان الجسد المصري. نعم. وفي المواطنه المصريه ان هم يحاولوا يدخلوا بين الناس، شويه يقول لك دول مسلمين، دول مش مسلمين، شويه يقول لك دول الصوب بيتبعوا حزب كذا، لا دول بيتبعوا حزب كذا. فالمصريين كلهم في الاخر فلاحين وقبائل عربيه. نعم. كلنا. نعم. على مختلف اشكال. ايه الفكره ان انتوا تجمعوا الفلاحين والقبائل العربيه وتعملوا احتفاليه كبيره تساندوا فيها الدوله ومؤسساتها؟ ايه الفكره دي جايه منين؟ اولا بسم الله الرحمن الرحيم، بمناسبه 25 يناير بنقول للشرطه كل سنه طيبين، وبنترحم على شهدائنا سواء من الشرطه او الجيش من 52، سواء ده الحدث اللي تم بسبب وعيد الشرطه، ولكن الان يتساقط بعض افراد الشرطه والقوات المسلحه في ظل الارهاب الاسود اللي يحاك بدولتنا الحبيبه. فبنترحم على الجميع وكل سنه وانتم طيبين، وبنعزي انفسنا ونعزي اهالي الشهداء، امهاتهم وازواجهم واولادهم. ثانيا بنقول برضو ان موضوع تاليف مجلس القبائل العربيه او العائلات المصريه هو ده موضوع طبعا بقاله فتره شغال، لان بتحاك حوالين الحدود المصريه سواء من الغرب او الشرق او سيناء او مطروح او جنوب السودان، الحدود حلايب وشلاتين وابناء الجعافره وابناء العبابده والهواره والعائلات، يعني اللي هي بيوصلوا الكثير من القلاقل طبعا حوالين الحدود المصريه. طبعا من لازم لازم الترابط في ظل الشده. طول ما احنا كويسين كل واحد لو في حاله ماشي، لكن ربنا سبحانه وتعالى قال جعلناكم شعوبا وقبائل. صح. لا تعرف تمام. فان كان احنا طبقنا فرض من القرآن او اللي ربنا قاله بنجتمع عليه، يبقى ربنا هينجحنا. لازم من التعارف والتلاحم والتراحم وفي الشده اللي احنا فيها. فالفكره ان احنا الموضوع ده بقى له فتره طبعا عدى بتشكيلات كتيره كتيره كتيره، ولكن حته بس انا عايز اضيف لسعادتك، لان احنا طبعا موضوع الفلاحين انا ذكرت تكرارا ومرارا ان الفلاح مهنه، وكل من امتهن الارض وزرعها فهو فلاح. مهنه ومهنه بتفيد البلد كلها، يعني مش بتفيده هو بس، دي بتفيد الدوله كلها وبتفيدنا. نعم، زي الدكتور، زي المهندس، زي الضابط، زي فهو مهنه في البطاقه اسمه فلاح، ولكن مش عرق. العرق ربنا حدده، لا فرق بين عربيا ولا عجميا الا بالتقوى. فانت يا عربي يا عجمي. لما بنقول جمهوريه مصر العربيه. اذا كلنا عرب. فكرة القبائل والعائلات، فاحنا اضفنا ان معظم اللي بيعمل بالفلاحة عائلات، وبرضو الراجل اللي بيشتغل في الصحراء او في الصعيد بمهنة الفلاحة، في هناك المهندس بيقول له ده مهندس، طب فلان بيشتغل ايه؟ فلاح. كل واحد حسب شغلته، ولكن في الاخر هي قبائل وعائلات مصرية. فمصر امبارح كان في العرس اللي كان موجود بقبائلها وعائلاتها ومسلميها ومسيحيها، كانت رجل واحد على قلب رجل واحد
من اجل دعم القياده السياسيه واجل دعم السيد الرئيس في قراراته، وبظل المؤامرات التي تحاك ضد مصرنا الحبيبه كانت لازم من وقفه وتجمع بيقول تحيا مصر. دي الفكره الاساسيه بالنسبه للتجمع بتاع امبارح. للحدث. للحدث طبعا. تمام. طيب حضرتك احنا طبعا هنذيع بعض الصور على الهواء توري الساده المشاهدين شكل التجمعات اللي كانت موجوده داخل استاد القاهره. طب انا عايز اسالك سؤال، يعني اختيار، يعني انتوا لما جيتوا تختاروا التاريخ، نعم، اخترتوا يوم 24. طب يوم 24 ده هو مش 25 اللي هو عيد الشرطه؟ نعم. ويمكن احنا لما نرجع بذاكرتنا يمكن نلاقي، يعني هل في 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 ظل وجود القلاقل اللي كانت بتدبر لمصر وبتحاك ليها، كانوا قاصدين ان هم يختاروا يوم 25 ده عشان ده يوم من ايام البطوله المصريه ان هم يحولوه او يسرقوا اليوم ده انه يبقى حاجه تخص حاجه اذت البلد؟ يعني اعتقد هو مش مرتب، ولكن هي مصادفه جت في توقيت كان لازم يتحدد التاريخ، بيتم الاعداد للموضوع من بدري، فصدف ان التاريخ ده تاريخ ممكن يكون برضو فيه مناسبه او صابح مناسبه اللي هو عيد الشرطه. بنعزي برضو انفسنا تاني لشهدائنا، وبنحاول نقول للناس ورساله العالم ان احنا كلنا جنود ممكن نتساقط زي الاخرين في هذا اليوم اللي هم القبائل والعائلات، عندنا استعداد ان احنا نسقط، لان القائد لا يصنع النصر بل يصنع النصر بجنوده. اه طبعا. واحنا الجنود وخير اجناد الارض الجند المصري. فاحنا بنقول النهارده في قائد اسمه الجندي عبد الفتاح السيسي، واحنا جنود معاه. فاليوم ده يوم يعني جايز فيه مناسبه 25 يناير، كان صابح اي نعم، واحنا بنقوله يعني الحج كان له هدف وهو ظهير شعبي للدوله المصريه بمؤسساتها وقيادتها. كان لازم تبقى فيه رساله للعالم في الايام دي، وبالذات في المهاترات اللي بتحصل في ليبيا، وهناك ليبيا في قبائل وفي ترابط بين العائلات والقبائل الليبيه وفي تناسب بين العائلات المصريه والعائلات الليبيه، لان وتاريخ هم امتداد لنفس المنطقه وتاريخ ممتد. فما ينفعش ليبيا لو اتوجعت احنا اتوجعنا كمصريين، فلازم كان من حدث للم الشمل ولم القبائل والترابط والتراحم والعائلات المصريه ومسلميها ومسيحيها. وده كان يوم بيدي رساله للعالم ان احنا هنا اهو، ان احنا كلنا جنود من فدا، من اجل مين؟ من اجل مصر. فكلنا تحت رايه واحده وتحت بند واحد، ان مصرنا الحبيبه بنحافظ على ترابها وحدودها بجيشها بشرطتها، واحنا كمان صف ثالث جنود في ظهر اولادنا، لان اللي في الجيش واللي في الشرطه هم اولادنا. ما فيش بيت خالي في جمهوريه مصر العربيه الا لما تلاقي عنده ابنه سواء عسكري او امين شرطه او ضابط او قوات مسلحه، كل البيوت او الجيران بتلاقي مين اللي بيمثل الشعب المصري سواء في الجيش سواء في الشرطه، ما من ولاد المصريين. وبعدين احنا بالدول المعدوده كمان اللي كل شبابها بيتجند، يعني احنا كل الجنود المصريين هم كلهم مصريين، ما عندناش جنود مرتزقه او بنأجر جنود من بلد تانية او بن بن بنتعامل مع شعوب اخرى بتحارب عننا، ده احنا كلنا مصريين. نعم. وتجميع العدد ده داخل استاد القاهره اعتقد انه اكبر علامه تقول لاي حد انه يفكر انه يعمل حاجه جوه مصر ان دي حاجه صعبه جدا، لان المصريين كلهم ايد واحده. اذا كان مجموعه صغيره لمت 100,000 في مكان واحد وقدرت انها تقعد في امن وامان يوم كامل، ما حدش قدر يقرب منهم. فاكيد لو حد فكر ان هو يعمل حاجه في مصر او يفكر انه يدبر اي مكيده او فعل خارج عن امان الشعب المصري، اعتقد المصريين كلهم بقياده الرئيس عبد الفتاح السيسي وفي وجود كل المصريين والاسر المصريه، اعتقد انهم مش هيفرطوا في نقطه ممكن تهز امن بلده. انا بس عايز اضيف لسعادتك ان لمن يعمل بالفلاحه، انا بقولش عرق، عرقه مش فلاح، من يعمل بالفلاحه شارك بقوه في هذا الحدث لانهم عائلات مصريه. فكانوا مشاركين بقوه في الحدث، لا التفوا على كلمه، واعتقد من محافظات مختلفه. نعم، جميع المحافظات شاركت بطوائفها، ممثلين في القبائل والعائلات المصريه المنتشره في ربوع مصر. طيب نسأل أستاذ أحمد العباسي نائب نقيب فلاحين مصر، عايزين نعرف منك إزاي تم تجميع مجموعة المصريين من محافظات مختلفة، وقول لنا إيه المحافظات اللي كانت مشاركة بشكل كبير داخل حدث الاحتفالية اللي تمت للأسر القبائل العربية وفلاحين مصر والأسر المصرية. ابراهيم بيه، يعني احنا عايزين نقول للساده المشاهدين يعني كل عام وانتم بخير، والامه الاسلاميه والعربيه وشعب مصر العظيم بكل خير وسعاده، ونقول للشرطه المصريه كل عام وانتم بخير، ودايما حماة للوطن
ودايما كلنا ايد واحده، ودايما شعب مصر ايد واحد، لان ربنا سبحانه وتعالى لما يعني قال ادخلوا مصر ان شاء الله امنين، وقال سبحانه وتعالى ولقد كرمنا بني ادم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير مما خلقنا تفضيلا. فشعب مصر ده من افضل شعوب الارض، وخير جندي هو جند مصر. فاحنا كنقابه فلاحين وكفلاحين مصر وكعائلات مصريه اجتمعنا على قلب رجل واحد في حب مصر، لان كل الملاحم يعني الحدث ده كان بيمثل كل الاماكن المختلفه في المجتمع، كل طوائف المجتمع. ويمكن بفضل ربنا سبحانه وتعالى، يعني انت عارف ان نقابه الفلاحين ليها ناس كتير على الارض في كل محافظات مصر، لنا نقبه ولنا ناس موجوده واعضاء نقابه وناس بتدافع عن حق الفلاح المصري. فتحت رعايه القائد الحكيم الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الدوله المصريه، الرجل الذي لم يتوانى لحظه في خدمه المجتمع لا من الداخل ولا من الخارج، وبناء عليه احنا كلنا عائلات مصر وفلاحين مصر اشتغلنا على كده. فكنقابه فلاحين عندنا نصيب اكبر من الناس اللي بتخرج تبص حضرتك تشوف الجلاليب بتاعه الفلاح المصري وهو منور مدينه نصر، وهم ماشيين رايحين الاستاد جايبين الستات والحريم. اشتغلنا على كده في حاجه، في ملحمه رائعه، ان احنا عايزين نثبت للعالم كله ان احنا بنقول ولاد مصر وشباب مصر وفلاحين مصر وقبائل مصر على الارض، هم ما بيخافوش ما بيهابوش، بنشتغل ان احنا زي ما بيشتغل في ارضه بيطلع يدعم مؤسسات دولته ويطلع يشتغل على كده. فبناء عليه كان سياده النقيب العام للفلاحين الحاج محمد العقاري، يعني احنا مش هننكر طبعا المجهود المبذول اللي طاف به ربوع الارض كلها، واشتغلنا على كده باتحاد شباب ريف وقبائل عربيه، كان الاستاذ عيد العقاري ومعاه مجموعه شباب على اعلى مستوى، شباب مثقف واعي عارف قيمه بلده وعارف قيمه وطنه. وبناء عليه اشتغلنا على الموضوع من فتره ان احنا لازم نعمل ملحمه كويسه وان احنا نشارك دولتنا باي شكل نبقى لينا تواجد، لان فلاحين مصر دول هم النصيب الاكبر في المجتمع المصري. تمام. هو ده اللي ربى الدكتور والعالم والمهندس، وهو اللي اخرج كل طوائف المجتمع اللي على الارض دي. فكان لابد ان هو يدي رساله للعالم كله، سواء من الداخل سواء تركيا اي مكان، ان احنا بنوصل رساله ان احنا حدود مصر امن قومي، حدود مصر ده أمن قومي ممنوع العبث معاه لا من الداخل ولا من الخارج، ولا حد يقدر يشتغل يوقع بين المصريين وبعضهم. لأن احنا لما نحب نقول للعالم كله بنقول نعم، بنخرج شباب ورجالة وفلاحين بيسيب أرضه ويخرج عشان يسند الدولة المصرية ويقف خلف القيادة السياسية. تمام، احنا هنطلع فاصل بس صغير كده. اتفضل أعزائي المشاهدين، هنطلع فاصل صغير ونرجع لكم تاني. أعزائي المشاهدين رجعنا لكم تاني، وانضمنا في الفقرة التانية المهندس عادل زيدان رئيس اللجنة الاقتصادية بنقابة الفلاحين، ورئيس جمعية مزارعي المليون ونص فدان. مساء الخير عادل بيه. مساء الخير يا فندم، أهلا بيكم وأهلا بالسادة المشاهدين. إزي حضرتك يا إبراهيم بيه؟ ربنا يبارك فيك. نورتنا. ربنا يبارك فيك. وهيكون معانا كمان الحاج عبد الهادي خليل رئيس لجنة فض المنازعات بالنقابة العامة للفلاحين. اهلا بيك اخبارك ايه؟ نورتنا. طيب نبتدي مع عادل بيه. حضرتك الحدث كنا بنتكلم عن الحدث اللي شهدته مصر امبارح، هو حدث جلل طبعا وضم مجموعه كبيره جدا من مختلف طوائف الشعب المصري. عايزين نعرف منك رؤيتك للي حصل امبارح ده، بيقول ايه للناس اللي كانت بتستهدف يوم 25 يناير ان هي تعمل بعض القلاقل في مصر، او زي ما كنا بنقول هو تاريخ اليوم ده يوم تاريخ عيد قومي في مصر وهو عيد الشرطه، وهم كانوا بيحاولوا ان هم يعملوا يعني زي ما المعتاد ينكدوا عليك يعني في يوم انت له حدث عندك محترم يعني. فحضرتك شفت الحدث اللي حصل يوم 24 بيقول ايه؟ والله خليني اقول لسعادتك على يعني حته الناس اللي كانوا عايزين ينزلوا 25 يناير مثلا، يعني تمام
هو ما حدش من جوه هنا من داخل مصر عايز ينزل ولا عايز يعمل حاجه. تمام. اللي بره هو اللي ليه الناس اللي بره اللي اعضاء مصر زي تركيا وقطر والقنوات الماجوره والناس اللي ماجوره علينا، انت واخد بال حضرتك، اللي هم ما تعرف لهم هم اخوان ولا حتى ما همش اخوان، ولكن هم واخدين شكل المعارضه لاي سبب من الاسباب، واللي المفروض هم النهارده يعوا تماما ان الموضوع خلص. يعني بالزبط. اللي هم فيه ده يعني بينفخوا زي ما بيقولوا كده، بيحرطوا في ميه. بالظبط. فخلاص يعني رساله الشعب المصري للعالم كله وصلت. احنا مش بنتكلم في سنه ولا اتنين ولا ثلاثه، احنا النهارده في 2020، يعني احنا بقى لنا 9 سنين. بالظبط. فيعني اللي ما حصلش خلال 9 سنين هيحصل يعني، خلاص بقى. بالظبط. الموضوع خلص يعني. اتضح ان هو ما فيش مجال للدخول يعني، فالموضوع يعني هي مسرحيه هزليه وخلصت. تمام. انما الناس هنا من اللي حصل ده عايبوا الناس، لما نزلت دي الناس المصريين الحقيقيين الناس الغلابه، الناس الطيبين، الناس اللي الفلاحين، الناس اللي العرب، الناس اللي بتمثلنا انا وانت وكل البشر، واخد بال حضرتك، اللي هم بيتجروا بألمهم وبيقولوا ان احنا عندنا مشاكل ومش عارف ايه. هي دي الناس اللي هم بيتجروا بألمهم نزلوا عشان يقولوا لهم خلوكوا بره، بلدنا احنا فيها بما فيها، وعارفين حجم المؤامره اللي بتحاك بيها البلد. بالظبط. واحنا راضيين بالوضع ده، ومع الراجل ده اللي بيبني بلد جديده واخدها ولا حاجه، شايفين المنطقه حوالين مننا، ومعروف ان ديك البرابر في المنطقه هي مصر. واعتقد كمان وجود ال 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 التجمع للمصريين تحت مظله نقابه الفلاحين او اتحاد القبائل العربيه، ده بيقول رسالة ان دي الناس الحقيقية اللي في الشارع. أيوة. لا هي ناس بدل ولا بتطلع لا خالص، ولا في فضائيات في دول اخرى ولا الكلام ده، يعني دول الحقيقيين، دول مصريين حقيقيين. ولا حتى الاعلام المصري حتى كان ليه دور في حشد الناس دي، ولا حتى في التعقيب. يعني هم لما عقبوا حتى على الموضوع، الحقيقة هم الاعلام المصري ما ادوهوش حقه حتى، واخد بال حضرتك، عشان هو نابع من جوه الشارع. هو مش حدث اعلامي. الناس بدل ما كانت تتجمع في شارع اتجمعت في الاستاد، ومصر دي بتاعتنا كلنا، واخد بال. الناس دي طالعه تقول احنا مع الرئيس عبد الفتاح السيسي ومع مؤسسات الدوله المصريه، بندعم مصر وبندعم توجهات الدوله المصريه، واخد بال حضرتك، وجايين نحيي القدوه ونرجع الامل للناس، ونرفض اي كلام بيتقال باسمنا بره، واخد بال حضرتك. احنا الطبقه الفقيره، الطبقه محدوده الدخل، الطبقه التعبانه اللي هم بيقولوا عليها وبيتاجروا بألمهم بره، احنا موجودين، اطلعوا انتوا بره، ما الكفايه بقى، واخد بال حضرتك، بنرفض كل اللي انتوا بتقولوه، سيبونا لحالنا احنا نتصرف. وهي دي مصر اللي الناس يعني محتاجه تشوفها. وده يعني ظهير شعب اتجمع في يومين، يعني 100,000، يعني انت بتتجمع اكتر، يعني الناس اللي بره الاستاد كانت اكتر من اللي جوه، يعني انت حضرتك بتتكلم في يومين. اما الموضوع ده لو بقى فيه دعاوى مفتوحه بشكل كبير، كانت الناس بقت عامله ازاي، واخد لبال حضرتك. وان الاوان بقى ان احنا نتجمع حتى بشكل حضاري. انا شايف افضل شكل حضاري لتجمع المصريين لاحتفالهم، سواء بعيد الشرطه المصريه، واخد بال حضرتك، او بالاحتفال ب حتى لو احنا هنحتفل بثوره يناير، على انها كانت طالعه، لما طلعت كانت يعني كان شباب بيحلم ببلد كويسه، كل اهدافه كانت نبيله، لكن غرر بهذا الشباب اللي دخل في وسطه ده، وناس ركبت الموضوع وحولت مسار الثوره من ناس بتحلم بدوله حلوه ليها مؤسسات محترمه، تمام، لناس كانت واخدانا للجحيم. طب واخد لبال حضرتك، الناس كانت موديانا للجحيم. مين اللي كان منوط بيه في الثوره دي؟ في البدايه الناس بتقول عيش حريه عداله اجتماعيه، ايه اللي ودانا بقى لان احنا نهد مؤسسه نكسر الشرطه ونتخانق معاهم مع الجيش؟ ايه اللي ودانا بقى ان احنا نخبط في الجيش ونخبط في الشرطه؟ اكبر مؤسستين، حاجه بتحفظ الامن الداخلي وحاجه بتحفظ الامن الخارجي، وحاجه بتحفظ لك الامن الداخلي وبتدافع عنك لو الجيش اتكسر، خلصت. طبعا هيبقى في ايه؟ خلاص هو هيبقى في ايه؟ واخد بال حضرتك. وناس جايه هي اصلا يعني انت عارف حضرتك ما افرزت عنه الانتخابات، يعني لو تلاحظ حضرتك الناس اللي اترشحت حتى للانتخابات دي، ناس دي سما المصري قالت انا هترشح للانتخابات. فاضل ايه يعني؟ معقول ان رئيس مصر هيجي بالصوره اللي كانت فيها دي
وبعدين جاب لنا مين؟ حد هو اصلا مش عارف يدير اسرته، هيدير بلد رحم الله الجميع الاول يعني، واخد بال حضرتك؟ لكن في الاول وفي الاخر اللي حصل ده لابد انه يتكرر كتير بنفس الطريقه وبنفس الوعي، واخد بال حضرتك؟ علشان النجاح عدوى. اه طبعا. واخد بال حضرتك؟ الناس احنا لازم نرجع للبلد دي اصولها اللي اتبنت عليها. خلاص احنا عندنا شكل الدوله المصريه الحمد لله اكتمل. عندنا رئيس الحمد لله بدوله يحترمها العالم اجمع، الا دوله ولا اتنين لهم مصالح في اللي بيحصل ده، واخد بال حضرتك؟ تمام؟ يعني خليني اقول لحضرتك ان تركيا دي مثلا اول من اعترض عن على جلاء الانجليز عن مصر. ده قديم الموضوع، من زمان مش من النهارده، واخد بال حضرتك؟ قطر دوله قد كده، قد مركز عندك في مصر، مش هقول لك قد محافظه، يهمهاش ان انت تبقى كبير. هو مين اللي بيحارب الكبير غير الصغير؟ الصغير طبعا لو كبير قد عايز يكبر، وانت ما انت حاجب عنه مساحه. هو هو لو حارب الكبير ذكر في تاريخه حتى لو هو ما كسبوش. فطبعا هم بيكملوا نقصهم باللي هم بيعملوه ده طبعا، واخد بال حضرتك؟ تمام. فخليني اقول لحضرتك ان التجمع اللي حصل ده، واخد بال حضرتك، ناتج عن وعي من الناس اللي نزلت وراحت الاستاد في تجمع بشكل حضاري. العالم كله لما يشوفنا كده، ما شفناش في الشوارع قاعدين اللي بيخبط واللي بيرزع واللي سوري يعني. اه طبعا اللي عاكس بنات واللي نازل مش عارف، لا صح. احنا اتجمعنا بشكل حضاري، الاسر طلعت عن بقره ابيها، فيها الاطفال، واخد بال حضرتك، وفيها النساء وفيها الرجال وفيها الشباب وفيها القبائل العربيه، تمام، وفيها فلاحين مصر الاوفياء، تمام، اللي على مدار 9 سنين ما بيعملوش حاجه غير انهم بيزرعوا وبينتجوا وبيشتغلوا بس، وبيتقابلهم ظروف صعبه ولكن متحملين برضه عشان خاطر البلد دي، تمام. كل الناس دي طالعه تقول احنا مع الراجل ومكملين معاه ومكملين مع مؤسسه الدوله المصريه، وبندعم شرطتنا وبندعم جيشنا، معايا حضرتك، ومش عايزين حد يتكلم باسمنا في حاجه، تمام، احنا متحملين، تمام تمام تمام. فانتوا فضوكوا بقى من المسرحيه الهزليه اللي ملهاش اي لازمه دي، وقعدوا في بيوتكم. تمام تمام، ده رساله ده واضحه ده يعني. ده ملخص الموضوع. تمام تمام. طيب نشوف الحاج عبد الهادي. احنا عايزين نسالك طبعا الحدث، قول لنا حاجه سريعه كده عن تعليقك عن الحدث اللي حصل امبارح، وبحكم ان حضرتك كمان يعني رئيس لجنه فض المنازعات، فاكيد شايف ان ممكن حدث زي ده يكون في بعض الناس في بينهم وبين بعض ضغائن يعني، فازاي دول يتجمعوا في مكان واحد وما يحصلش بينهم اي شكل من اشكال الاحتكاك يعني؟ والله انا برحب بالساده الحضور وبرحب بالساده النقيب والاستاذ احمد العباسي والمهندس عادل زيدان اخواتنا محترمين، وبرحب بالقناه والناس القائمين عليها، وتحيه لجيش مصر وشرطه مصر، بنقول لهم كل سنه وانتم طيبين، وبنترحم على كل اخواتنا اللي ماتوا في الثوره او اللي ماتوا بيدافعوا عن الوطن يعني. طول ما في جيش مصري احنا في حماه، وشرطه مصريه محترمه، اطمئنوا على البلد دي، وانا عن نفسي بطمئن على مصر بالجيش القوي المحترم اللي واقف على الحدود بيحمينا وعنده فكر عالي، وعندنا جهاز مخابراتي يعتبر له ترتيب من الرقم من الدرجه الاولى. فاحنا لما بنسمع جهازنا المحترم وبيطمنونا احنا بنخافش على البلد دي. وانا عن نفسي كرئيس لجنه فض المنازعات على الجمهوريه في النقابه العامه المحترمين المحترمه، انا خرجت من بيتي امبارح ورحت عند المنصه وانا بنتي صغيره خالص في سنه ثالثه ابتدائي، فشبطت فيا قالت انا عايز اخرج معاك، فقلت لها تفضلي تعالي معايا. فقالت لي يا بابا كانوا بيخوفونا الاول ان احنا نخرج عند المنصه او نطلع في اي مشوار، فالنهارده انا هخرج معاك علشان انا مش خايفه، لان انا بقعد قدام الشاشه كل يوم وكل القيادات اللي هي في الوطن بيطمنونا على ان احنا هيقدروا يحمونا كويس قوي. خدتها هي وجميع الاطفال حوالي 85 طفل صغير، يعني من ضمنهم اطفال اولى ابتدائي، والاطفال خارجه عندها استعداد تدافع عن الوطن، وتقال لي كده بالفعل. فلما يبقى انا راجل كبير وراجل مسن عندي حاجه و50 سنه، لما بنتي تقول لي كده طفله في سنه ثالثه ابتدائي، انا كراجل كبير هعمل ايه؟ لا انا هطلع انا اموت
فدى الوطن ده. وما بالك جيشنا المحترم يستحالة هيسيب طفل عنده من ضمن أولاد الشعب المصري يحصل له مجرد سوء صغير أو أي خدش في جسم طفل صغير. وكنا مطمئنين جدا إحنا خارجين من بيوتنا. من ساعة ما خرجنا من البيت الشرطة المصرية بتتابعنا بعربياتنا، حد ما خرجنا بيوتنا الشرطة المصرية بتتابعنا. لما وصلنا داخل البيوت معانا أطفال مش خايفين عليهم ولا هم خايفين على نفسهم الأطفال، لأن عارفين عندنا جيش قوي. فأنا بطمن شعب مصر بصفة رئيس لجنة فض النزاعات، مفيش حد هيخترق الصف ويخش بناتنا، احنا أقوياء جدا. فلاحي مصر قوي، مزارعي مصر، المزارع البسيط اللي بيزرع في الأرض عنده استعداد يطلع بالفأس ويحارب، مش عايز سلاح، ويدافع عن الوطن. النجار في مهنته يدافع عن البلد. على فكرة بدليل بالتجربة العملية، احنا لما كنا في احداث 25 يناير لما قعدوا يقولوا الناس والشوارع ومفيش امن في البلد، احنا لما نزلنا حمينا بيوتنا ما حدش قدر يعمل لنا حاجه، ما فيش حاجه حصلت لاطفال ولا لينا ولا لاسرنا ولا اي حاجه. كان كل يعني ده دليل ان التكاتف بيؤدي ان الدنيا تبقى في امان. والله هي دي رساله من المنبر المحترم والقناه المحترمه دي، احنا بنسمع لها كتير وبنتفرج على بعض الحلقات فيها. احنا بنناشد شعب مصر بالكامل ما فيش خوف، مش هنخاف. والجيش المصري احنا يعتبر قبل منه مستعدين نبقى موجودين على خط الدفاع ونحارب زي اي جندي مصري، ما هم ولادنا واهلينا واخواتنا اللي موجودين بيحمونا، ايه المانع يعني؟ مفيش خوف. رساله من القناه دي لجميع المغردين اللي بيحاولوا يشوشروا علينا كمصريين، مش تقدروا على الشعب المصري، احنا شعب اصلا قوي، عندنا جيش اقوى، عندنا مصريين اقوياء جدا بجيشهم، ومش هنخاف من اي دوله ولا اي كلام احنا بنسمعه. وبالذات احنا نقابه الفلاحين عندنا نقيب محترم دايما راجل فدائي، دايما بيخرج قدامنا وبيدافع عن الوطن وبيتكلم باسم شعب مصر وفلاحين مصر، عمل كتير وشجعنا نعمل منصات في كل اماكن مصر ونتكلم عن الفلاح المزارع البسيط المصري. واحنا مش تحت امر اي حد وتحت اي امر مغرض والجماعه الخونه اللي هم بيشككوا في وطنيتنا. احنا شعب وطني وشعب قوي جدا ومفيش خوف علينا ان شاء الله. طيب احنا وقتنا طبعا قرب يخلص، فهناخد من كل واحد كده كلمه اخيره يقولها لمصر. كلمه في قد ايه يعني؟ احنا مش شبعانين والاول مره الواحد يعني قرارات كتير تطلبه، بس انا بلبي رغبه المحترمين اللي زي ما عليك. ربنا يخليك يا فندم. وبعدين انا عايز اخد بس لو دقيقه اديني دقيقه ونص. تأمرني يا فندم. جعلناك شعوبا وقبائل لتعرفها، فطبقنا شرع الله وهو القرآن، فالتعارف والتلاحم نجحنا امبارح بأمر الله وحمانا وحمى أطفالنا اللي طلعهم الحاج أبهادي، غير الحشود الرجالة والشباب اللي طلعت من المنوفية حقيقة يعني. لكن أنا قبل ما أنسى عايز أشكر الكوكبة المحترمة بتاعة النقابة اللي موجودين معانا حاليا في القناة، وإخواتنا اللي مش موجودين معانا أعضاء مجلس الإدارة. حقيقة أنا معايا كتيبة محترمة جدا، برغم إن ساعات ممكن بنختلف، لكن عند نداء الوطن كله بيلتف. وكل الناس دي أنا بشكرهم لأنهم صعدوا في الحشود اللي توافدت على استاد القاهرة، سواء أستاذ أحمد العباسي، أستاذ عادل، الحاج عبادي، كوكبة النقابة في جميع المحافظات. أنا بقدم رسالة شكر لهم لأنه لبوا من نداء مصر قبل كل شيء. فامبارح كان ربنا حمينا، لما بتبقى في سوق وعيل توه ده سوق، الولاد بتجري تدور على ابنها، لما تبقى على البحر تلاقي برضه لا عمالة تدور على ابنها تايه وأبوه، بس محدش إيه، كل واحد في حاله وقاعد تحت الشمسية. امبارح ولد من المنيا تاه من نقابه المنيا اللي جايين، تخيل مش ابوه اللي بيدور عليه، ده الناس في الاستاد اللي بتدور على ابوه عشان تديله الولد. والامن من عند الله سبحانه وتعالى، عشان الشعب المصري بيوصل رساله وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعرفوا. فكانت الرساله امبارح والتحدي ان احنا في ترابط وتلاحم بين فئات الشعب المصري بقبائله بعوائله بمسلمينه بمسيحيينه، فكان في نصر من الله سبحانه وتعالى ورساله للعالم بره حمايه الشعب المحترم بالله سبحانه وتعالى. ويمكن مش اقول لك كان في التامين كتير قوي ولا حاجه، لا ما احنا نامن نفسنا بنفسنا يعني، حقيقه الناس اللي كانت بتامن نفسها وخلاص الموضوع يعني. فانا بس اللي عايز اقوله انا بشكر اعضاء نقابتي المحترمين، بشكر المحافظات، وبقول للرئيس المقصود من امبارح رساله ان ده ظهير شعبي لدولتنا. ثانيا بقول له ان في تقصير حصل مننا، بس مش احنا السبب، منهم لله اللي هم صنعوا السبب ان كنا احنا غلطانين قدام نقابتنا واتحاد شبابنا اللي في المحافظات، لان حصل نقص في وسائل المواصلات
مقصود غير مقصود. انتوا عايزين تجيبوا ناس اكتر. الناس تاع زعلانه، انا عايز ارضي محافظه مطروح ومحافظه دمياط ومحافظه هنا ونص محافظه صهاب والبحيره دمنهور. ناس زعلانه والناس لبست ونازله وجايب اطفالها. يا معالي الباشا لما الناس بتجيب اطفالها وخايفه من الارهاب وجايب اطفالها ورايحه، وطلعت اشاعه قبل الموضوع ان الاستاد هيحصل فيه حاجه، وبرغم كده الناس تحدت طلعت حصل ممكن يحصل حاجه، وخدت اطفالها نساء باطفال بدرشين العياط وسيم كرداسه جميع مراكز الجيزه المنوفيه البحيره. لا كانت حشود ما شاء الله شرفتنا وشرفت مصرنا الحبيبه. عشان كده انا بشكر اخواتي في النقابه المجتهدين كتيبه المجاهدين كل الشكر لهم في جميع المحافظات بما فيهم طبعا اخواتي المناصرين ليا في كل حاجه في كل المحافل مناصرين، وبفرحوا الفرحانه وزعلوا على زعلنا كل الشكر لهم. شكرا لاعلامكم الجميل الوطني اللي بيبرز برضو القضايا المحترمه اللي احنا عايزين نوصلها ورساله للعالم ولاخواتنا المصريين. شكرا استاذ احمد. والله يا باشا انا يعني عايز سيادتك يعني اشكر سياده النقيب العام الحاج عبد الهادي الحاج عادل زيدان، يعني جماعه والله شغالين شغل على ارض الواقع على اعلى مستوى، والحمد لله بفضل ربنا احنا وصلنا رساله امبارح ومش هتبقى اخر رساله. انا هاخد دقيقه من الاخ احمد عشان بعض المناطق زعلت في بعض الاتوبيسات، بس احنا لحقنا بس وفرنا اتوبيسات وفي ما قدرناش نوفر اتوبيسات متاخرين شويه لا اتوفر اتوبيسات عن طريق الاستاذ عادل زيدان وعن طريق الحاج عبد الهادي، وفي وجبات نقصت برضو كملوا الواجبات وحشدهم. انا لازم ادي حقهم زي ما كل واحد بياخد حقه لازم ندي الناس حقوقها. ناس تبرعت طلعت مشاريع وطلعت اتوبيسات على حسابها ونزلت الناس في الطريق اكلتهم واجبات لما عادل حاج عبد الهادي، مش ده حصل حاج عبد الهادي ولا انا بقول كلام عشان انا اشاركم بيه حصل يا فندم طبعا. فانا بشكرهم كملوا معانا بصراحه ناس مسافره طبيعي ده حقيقي عندك يعني. والاعتذار بقى المحافظات اللي ما قدرناش للظروف او مقصوده من بعض ناس معينه كتر خيرهم واشكرهم، لكن احنا بنحشد من اجل مصر طبعا كله من اجل مصر طبعا. اخر رساله باشا عايزين نقول ان احنا دي اول رساله احنا بنبعثها، وان شاء الله بامر الله واذنه دايما متجمعين ومع بعض، وان شاء الله في الخير ومصر بخير دايما ان شاء الله. والله انا حابب يعني اشكر كل فئات الشعب المصري، لان هو الشعب المصري هو في المقام الاول كل الدنيا دي شغاله عشانه. حابب ان انا اشكر القوات المسلحه ووزاره الداخليه على انهم حافظوا على الثوره واهداف الثوره، ولكن وحافظوا على ان محدش يسرقها ومحدش ياخدنا في يعني في غيابات الجب، وحافظوا عليها وخدوا ونفذوا واهداف ثوره يناير وثوره 30 يونيو هي اللي بتنفذ على ارض الواقع حاليا، واللي كان بيحصل اللي حصل اول امبارح ده حصل عشان يقول ويشكر الراجل بانه حقق اهداف الثوره عيش حريه عداله اجتماعيه. عايز اشكر كذلك كل الناس اللي بتشتغل عشان خاطر البلد دي. اشكر سياده النقيب الحاج محمد العقاري نقيب فلاحين مصر على انه ادانا احنا الفرصه كشباب ان احنا نشتغل من خلال كيان وطني يستحق ان يكون الظهير الاول للدوله المصريه في مصر اللي هو نقابه الفلاحين. ادانا الفرصه ان احنا نشتغل ونخدم بلدنا ونحاول نساهم في 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 كل الدوله المصريه بتتبناه من رؤى. اكيد طبعا مش هنسى ان انا اشكر الاستاذ عيد العقاري رئيس اتحاد شباب الريف والقبائل العربيه. الحقيقه يعني 7 ايام شغل ليل نهار، كل ما اروح النقابه الاقيه سهران لحد الصبح. هو وزمايله حقيقه كانوا يمكن لهم دور كبير جدا في العصر ده. عايز اقول لسعادتك يعني الاستاذ عيد والنقابه حشدت ما يقرب من 26,000 واحد حبا في البلد دي مش اكتر، ومدون توجيه من اي حد، واخد بال حضرتك تمام. فطبعا لهم كل الشكر والتقدير. اشكر كل الناس اللي جت من المحافظات زي ما سياده النقيب تفضل وقال، كل الناس اللي ساعدت في نجاح يوم زي ده، حتى الفنانين اللي راحوا وتبرع منهم ناس محترمين كلهم، عشان نقول ان احنا شعب واحد لنا هدف واحد هو امانه وطننا الواحد. تمام، كلمه اخيره عشان احنا وقتنا خلص. انا مش هطول على حضرتك، بس انا بقول ان شاء الله جربوا مع المنوفيه ان ممكن نطلع ال 100,000 خلال يومين في المنصه، واحنا مصريين وطنيين ده محافظه واحده نعمل يوم للمنوفيه لوحدها. فيا ريت والله يعني. لا وبنشكر سوهاج برضه، وبنشكر كل المحافظات اللي قاسم، لان جابوا الاتوبيسات على حسابهم وهم لما لقوا الاتوبيسات عطلت تمام.
والحاج عبادي كمل، انا اسف بس عشان ما انساش ان انا اشكر الناس دي. احنا بنشكر النقيب اللي بياخد الكلمه مني والاستاذ احمد العباسي، فهو عايز يبقى هو دوره اكبر مننا لان هو النقيب وهو احنا على دماغنا المفروض اخونا الكبير. بحب الحلقه بفي مناقشه مش كل واحد لوحده، المفروض يبقى كده حلقه مستمره بالنسبه لجميع محافظات مصر عندها استعداد ال 100,000 دول يطلعوا خلال يومين اثنين، مش محافظه المنوفيه لوحدها، ولكن عايزين ندي رساله لجميع جميع دول العالم ان احنا كلنا مصريين، جميع محافظات مصر احنا كلنا مصريين وطنيين. نشكرك يا باشمهندس. شكرا. اعزائي المشاهدين كده وصلنا لنهايه حلقتنا النهارده. هي دي مصر اللي احنا عايزين نشوفها واللي نتمنى ان اولادنا يعيشوا فيها بامن وبامان وبسلام بقوتهم وباتحادهم، وطن واحد ايد واحده جوه مصرنا الحبيبه. الى ان نلقاكم السبت القادم التاسعه مساء، نترككم في رعايه الله.